مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذه الشارة المقدمة من سعيد بن سهيل بن دليوي لكتبي. شكرا يا ابو راشد باسم ايضا ملاك الهجن مع تشجيع هذا السن وانطلاقات هذه الاسماء. ينطلق شوطنا الثامن لفئة الجعدان مباشرة، ابدا مع المركز الاول مشكور يتقدم مصبح بن سعيد البثره. الاكتبي ياتي على المركز الاول، المركز الثاني شاهين محمد بن راشد بن خميس بن مرخان ياتي مع شاهين المركز الثالث. الوصول مع نجد القادم خلفان بن مصبح الرزي الشامسي يقدم على المركز الثالث والمركز الرابع مصبح بن سالم بن حلوكة وأيضا بن رشيد محمد بن علي بن سلطان بن رشيد. الأسامي قادمة وسالم بن سلطان بن عجيل يأتي مع الشاهينية أو القادمة، نعم أو نعم مع أو مع هملول، ولكن وين الفوز؟ وين الانتصار؟ وين الفوز؟ ولكن المركز الأول ما زال مشكور مع المركز الأول، مشكور مصبح بن سعيد البثرة الخاطري، ولكن بن مرخان أحد أيضا ممثلين الهباب يأتي على المركز الثاني، يبغي يحافظ على الفوز، يبغي يحافظ على الانتصار. وهنا أيضا بن رشيد وبن حميدان والأسامي قادمة وبن حلوكة، ولكن الخاطرية ما خلى شيء بخاطره، راح إلى الفوز، راح إلى الانتصار، ولكن بن مرخان، ولكن الخاطري سلامي عليك يا الخاطري. والقادم عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان مع الامتار الأخيرة، مع الامتار النهائية، ولكن سلام يا الخاطري، سلام. المركز الثالث بن حميدان، المركز الثالث لبن مرخان، تانينا والناموس لمالك مشكور مصبح بن سعيد البثرة الخاطري، تهانينا والناموس دقيقتين و13 ثانية، تهانينا والناموس على الفوز والانتصار وانتزاع للمركز الأول.